بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، سعد الله أوقاتكم بكل الخير وكل الحب. هذه الانطلاقات في المتابعات والتحديات هنا في هذا الميدان. ينطلق الشوط الخامس عشر مشاهدينا الكرام، الخاص بالأبكار الحجايج لأربعة كيلومترات، هي المسافة والتنافس في هذا اللقاء. نتابع المركز الأول، نعود إلى صدارة هذا الشوط والمتابعة أكيد مع كل التحديات. المركز الأول على صدارة هذا الشوط، هذه الفاتنه اللي غيرت واحتلت المركز الأول، سيف بن أحمد النيادي يأتينا مشاهدينا الكرام على المركز الأول وصدارة هذا الشوط، الاندفاع إلى المركز الثاني. نتابع المركز الثاني في ظل الظروف أكيد القوية والأعداد الهائلة التي تشاركنا في هذه اللقاءات. المركز الثاني هنا مشاهدينا الكرام، هذه شواهين لغدير بن حميد الراشدي يأتينا على المركز الثاني، نقلة إلى المركز الثالث، وهناك المركز الثالث، يا سلام، هذه اللي وصلت الآن واحتلت المركز الثالث، جواهر لسهيل بن الشرقي العامري تحتل المقدمة وتنتزع صدارة الشوط. يا سلام يا بن الشرقي، سهيل بن الشرقي العامري غير وانتزع المركز الأول مع جواهر في هذه اللحظات، لكن شواهين في المركز الثاني، غدير بحميد الراشدي المركز الثالث، عتيج بن محمد بن زيتون المهيري مشاهدينا الأعزاء يأتينا على المركز الثالث، ولكنها بوجود وتواجد الشاهينية على هذا الموقع في هذه اللحظات. المركز الثالث، نتابع المركز الرابع في هذه اللحظة، ولكن أشوف النيادي أحمد بن سيف النيادي في المركز الثالث، المركز الرابع غدير بن حميد الراشدي المركز الخامس، نقله إلى المركز الخامس، وهنا راشد بن قشيم الشامسي يتواجد في المركز الخامس في هذه اللحظة مشاهدينا الكرام، وهذه سرابة احتلت خامس المراكز، بينما المركز السادس اللي واصله الآن في المركز السادس سرابة لتعود ملكية لفالح بن مبارك الشامسي في المركز السادس. المركز السابع، المركز السابع هنا تقدم شعار بن بدر يأتي في المركز السابع، وهذه تواجدنا الشاهينية محمد بن بدر العامري في المركز السابع، بينما المركز الثامن نشوف المركز الثامن، المركز التاسع هناك بن هناوي سلطان بن علي بن هوي في المركز، سالم بن راشد بضبيعة في المركز التاسع، بينما المركز العاشر اللي وصلت الآن مشاهدينا الكرام، هذه سرابة مسلم بن سلطان الزرعي. هكذا النتيجة إذن مشاهدينا الأعزاء في تنافس هذا الشوط، في تحدي هذا الشوط، ولكن أكيد بلا شك مع أبناء القبائل، مع كل هذه الأسماء وهذه الانطلاقات، الأبكار إذن تتنافس. ونعود إلى صدارة الشوط، نعود إلى المركز الأول، وهناك بالشرقي يقدم لنا جواهر، جواهرة الميدان مع جواهر وسهيل بالشرقي العامري. يا سلام يا سلام يا بالشرقي، يا سلام يا بالشرقي، من ينطلق على المركز الأول، من يسير بمسار الشوط، لكن الله 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 الله، الشاهينية غيرت واحتلت المركز الثاني، المركز الأول، احتلت المركز الأول في هذه اللحظات. يا سلام، ولكن سرابة احتلت سرابة مقدمة الشوط، الموقع الموقع راشد بن قشيم الشامسي، الله يا بن قشيم، احتل المركز الأول، مشكور يا ابو محمد على صدارة الاندفاع، بينما المركز الثاني، المركز الثاني هنا شاهينية تعود ملكية لعتيج بن محمد بن زيتون المهيري في المركز الثاني، المركز الثالث هناك تسلل تسلل، الله الله الله، اللي احتلت المركز الثالث مشاهدينا الاعزاء في هذه اللحظات، وبره لمحمد بن حمد راعي الشيجه العامري، العامري يلا يا العامري، يلا يا راعي الشيجه. اما المركز الرابع هناك سيف بن احمد النيادي ياتينا في المركز الرابع، المركز الخامس ياتي بالضبيعه سالم بن راشد بالضبيعه في المركز الخامس، بينما مشاهدينا الاعزاء المركز السادس هناك تدخل على سادس المراكز في هذه اللحظات، ولكن انطلاق 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 وتحدي، شواهين مطر بن حمد بن مطر بن عمر الشامسي، يا سلام، ولكن العوده الى سرابه، العوده الى سرابه، الله، هذه سرابه غيرت واحتلت المركز الاول، راشد بن قشيب الشامسي مشاهدينا الكرام هي من تسيطر، هي من تأتي في المركز الأول، ليست المسار أن تسير بقوة واندفاع، ولكن المسار الصحيح والاتجاه الصحيح 113. هنا تأتي شواهين 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 شواهين، تعود ملكية لمطر بن عمر الشامسي، يأتينا أبو أحمد على صدارة الشوط المركز الثاني، هناك شعار سعيد بن حمد بن مبارك المهيري اللي غير واحتل المركز الثاني في هذه اللحظة
الصوت. يا سلام يا سلام يا سلام يا الشاهينية، ولكن ضجة احتلت المركز الثاني، ضجة في المركز الثاني، ولكن الله يا ضجة غيرت الأمور. سعيد بن محمد بن مبارك المهيري اللي غير المركز الأول، ضجة في المركز الأول، ضجة انطلقت مشاهدين الأعزاء، ضجة عملت ضجة عملت ضجة. وخلي بالك من الهدة سليمان بن رويشد الجهني، سليمان بن رويشد الجهني. إذا مشاهدين الكرام انت انتزع المركز الثاني، لكن ضجة مسيطرة. سعيد بن حمد بن مبارك المهيري، الله الله يا المهيري، ليس المسار بأن تسير بسرعة، ولكن الاتجاه الصحيح هو المسار، الاتجاه الصحيح هو المطلوب. هذه ضجة في المركز الأول تسجل لنفسه حضور وإنجاز في هذا الصباح. تهانينا يا راعي مطيلة سعيد بن حمد بن مبارك المهيري، تهانينا على هذا الفوز وسلاما على هذا الناموس للعين. المركز الثاني هناك الهدى لسليمان بن رويشد الجهني، المركز الثالث اللي وصلت الآن مشاهدينا الأعزاء في المركز الثالث من خلال هذه اللحظات اللي هي ريام لمحمد بن هلال بن عيضة في المركز الثالث. المركز الرابع الشاهينية لمحمد أو العتيج بن محمد بن زيتون المهيري كانت في المركز الرابع مشاهدي الأعزاء. لكن أكيد هناك نعود إلى التوقيت الزمني ونعود إلى وجود ضجة على أول المراكز في 6 دقائق 4 ثواني 4 أجزاء من الثانية. تانينا والناموس لسعيد بن حمد بن مبارك المهيري على هذا الفوز وعلى هذا الناموس. هذه المركز له المركز الثاني، المركز الثاني الهدر سليمان بن رويشد الجهني قدمت عرض بما فيه الكفاية 6 دقائق 6 ثواني وجزء واحد من الثانية. تانينا والناموس، بينما المركز الثالث اللي وصلت مشاهدين الأعزاء لمحمد بن هلال بن عيضة المزروعي في 6 دقائق 6 ثواني 5 من الأجزاء من الثواني. تهانينا والناموس على هذا الفوز وفوز ريان بثالث المراكز.